السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا. معلش انا انقطعت عن القناة لمدة شهر ونص، ولكن كانت الظروف صعبة جدا. النهاردة ان شاء الله هنرجع نتواصل مع بعضنا، وانا اسف جدا للناس اللي هي سابت لي تعليقات وما ردتش عليها. انا هحاول بقدر الامكان ان انا اراجع كل التعليقات اللي سابتنا من خلال في خلال شهر ونص دول، وارد على كل التعليقات بتاعت حضراتكم كلها، وان شاء الله هنبدا ننزل الفيديوهات بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، واستلم اسئله الناس، والناس اللي هي دايما بتسالني او بتطلب مني شروحات معينه. ولو انتوا عندكم شرح، عايزين اعمل لكم شرح معين على اي حاجه، يا ريت تسيبوا لي تعليقات بالشروحات اللي مطلوبه، وانا ان شاء الله هحاول البي لكم طلباتكم على القناه وانزل لكم الشروحات اللي انتوا عايزينها. النهارده شباب، في سؤال جاني مهم جدا على الفيسبوك، ان التعليقات بتختفي بمجرد ما انا اضغط او ارد على تعليق في تطبيق الاستوديو اليوتيوب. لو احنا عارفين طبعا، كل الناس اللي عندها قنوات على اليوتيوب بتفتح استوديو يوتيوب بحيث ان هي تشوف التعليقات بتاعت الناس، وتشوف التفاعل، وتشوف الارباح بتاعتها على استوديو يوتيوب، وتتفاعل مع القناة بتاعتها من خلال التطبيق ده. ولكن اتفاجأنا ان في ناس بتقول بمجرد ما انا بضغط وبكتب التعليق بيختفي. طيب ايه الموضوع وايه الحوار ده؟ هو في عفاريت في البرنامج ولا في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ النهارده ان شاء الله هنلبي الطلب بتاعكم ونرد على اسئله حضراتكم من خلال موضوع النهارده في شرح النهارده. بكل بساطه يا شباب، زي ما احنا شايفين كده، احنا على تطبيق استوديو يوتيوب، واحنا على التعليقات بتاعه الناس. لو انا جيت مثلا عملت ريفرش كده، تمام، هتلاقي التعليقات زي ما هي. طب انا لو جيت عملت كده لايك للتعليق ده، وعملت علامه القلب كده، واكتفيت ان انا اعمل كده وعملت كده، شوف هو التعليق زي ما احنا شايفين كده شباب. من ركزوا كده بس على الصوره دي والشرح ده. لو انا عملت ريفرش كده، التعليق هيختفي. ليه؟ لان دلوقتي اللي بيظهر معايا دلوقتي، لو انا عملت ريفرش كمان، مش هيظهر معايا غير التعليقات اللي موجودة معايا دلوقتي اللي انا ما ردتش عليها. ليه؟ لو انا عملت كده ريفرش، التعليق بيختفي اللي انا برد عليه، حتى لو عملت له لايك بس. لو انا عملت كده برضو لايك بس وعملت ريفرش هيختفي. اعمل كده ريفرش، تصدق ما اختفاش. طب خلينا نعمل قلب، تمام. هتلاقي لو انا عملت كده ريفرش هتلاقيه اختفى، تمام. طيب هو ليه بيختفي؟ لو انا برضو ضغطت على التعليق ورديت على التعليق، ماشي، لو انا كتبت مثلا شكرا جزيلا، تمام، رديت على التعليق اهو، لاحظوا كده يا شباب انا رديت على التعليق. لو انا عملت ريفرش كمان مره كده هتلاقي التعليق اختفى. طب ايه اللي بيحصل وبيختفي ليه؟ بيختفي من القائمة دي عشان يعرفك ان كل التعليقات اللي موجودة حاليا دلوقتي على التطبيق اللي باقية دي لسه ما تردش عليها. دي ميزة جميلة جدا، وانضافت في التحديث الاخير من اليوتيوب. يعني بدل ما انا ارد كده على ناس على الناس، وافضل نازل كده واشوف الناس اللي انا لسه ما ردتش عليها وارد عليها، والناس اللي ردت عليها بتبقى فوق، وافضل نازل كده شوف الناس اللي ما تردش عليها ودور على الناس اللي بتردش عليها. لا، كل ما ارد على حد التعليق بتاعه بيختفي، ولكن مش بيختفي من القناة هناك. يعني لو دخلت على القناة على التطبيق بتاع اليوتيوب، دخلت على الفيديو نفسه، هتلاقي التعليق زي ما هو. لو عملت ريفرش 100 مرة عمره ما يختفي. هو بيختفي بس من تطبيق استوديو يوتيوب فقط، بحيث ان هو بس يظهر معاك هنا التعليقات اللي لسه ما تردش عليها، تمام. فادي كل الفكره وادي كل القصه يا شباب، تمام كده. حبينا بس نوضح لحضراتكم الناس اللي السؤال بس اللي كان حد ساله لينا، وانا حبيت اوريكم بس الفكره في ايه، تمام كده يا شباب. الفكره هنا ان هو بس الكل موجود ده لسه ما تردش عليه. كل بترد على اي حاجه، اي سؤال ولا اي استفسار ولا اي تعليق من التعليقات دي، سواء كان باللايك او القلب كده، تمام كده، بيختفي على طول زي ما احنا شايفين كده بيختفي، تمام. لو انا ما رضيتش عليه بيفضل موجود، تمام كده. ده دي كل الفكره. انا مستني اسئلتكم، مستني اقتراح الشروحات اللي مطلوبه ان انا اعملها على القناه من حضراتكم،
واللي حابب يسأل أي سؤال أنا هحاول أرد عليه بأقرب وقت ممكن. طبعا هرد على كل الأسئلة ديت وهرد على كل التعليقات دي اللي فايتانا من شهر ونص. شكرا ليكوا وشكرا للناس اللي كانت بتسأل علينا إن إحنا يعني اختفينا من القناة. شكرا جدا على متابعة الناس لينا وحب الناس لينا. شكرا جدا مرة تانية لثقتكم فينا، وإن شاء الله هنبتدي ننزل فيديوهات زي ما كنا بننزل ونتابع لحضراتكم مع حضراتكم على اليوتيوب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.